وعدوهم بأرض اللبن والعسل. مؤسسة تجليت الإسرائيلية أنفقت 3 مليار دولار بدل نفقات سفر وإقامات سياحية، جاءت ب800 ألف يهودي من الشباب حول العالم لإقناعهم بالاستيطان في إسرائيل. في العام الماضي وفد 74 ألف يهودي من 60 دولة للاستيطان. لكن الحرب غيرت كل شيء، فحسب السكان والهجرة الإسرائيلية غادر نحو 370 ألف إسرائيلي، يضاف إليهم 600 ألف أصلاً كانوا في الخارج، أي ما يقارب المليون، أي أنه من كل 7 يهود واحد غادر وقد لا يعود أبداً، ما يسمى بالهجرة العكسية. حسب موقع شنغن للفيزا الأوروبية، فقد تقدم لطلب الجنسية البرتغالية ما نسبته 68% من الإسرائيليين بحجة أن أجدادهم كانوا برتغاليين. أما الجنسية الفرنسية فالنسبة كانت 13%، والألمانية بنسبة 10%. تؤثر الهجرة العكسية في قطاعين رئيسيين، أولهما الاقتصاد بهروب رجال الأعمال، والثاني الجيش لتناقص عدد جنود الاحتياط. أما الأسباب فمعروفة، ففي بداية العام كانت المظاهرات ضد التعديلات القضائية وتحول إسرائيل إلى دولة دينية، وطبعا الآن الحرب التي أفقدت إسرائيل الشعور بالأمان والاستقرار، وأي مستوطن كان يظن أنها ملاذ وأرض اللبن والعسل.